اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها هاشتاغ اخنوش ارحل يشتاح منصات التواصل ونشطاء يحددون سعر بيع المحروقات لا تفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة واعجاب بالفيديو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب على نطاق واسع هاشتاغ اخنوش ارحل وذلك للاحتجاج على استمرار غلاء اسعار المحروقات رغم انخفاض اسعار البترول في السوق الدوليه وارفق نشطاؤها الهاشتاغ بصور لاثمنة معقوله التي يجب ان يقف عندها سوق المحروقات بالمغرب مطالبين برحيل اخنوش بحكم دوره المزدوج كرئيس للحكومه وفي الان نفسه كصاحب الشركه المحتكره لاستيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها وطالب رواد مواقع التواصل برحيل اخنوش بسبب فشله في التصدي لموجه الغلاء التي همت بالاساس اسعار المحروقات التي وصلت لمستويات قياسيه ورفع النشطاء مطلب تخفيض ثمن الغازول الى 7 دراهم والبنزين الى 8 دراهم وهو الثمن الذي كان عليه قبل وصول اخنوش لرئاسه الحكومه كنتم مع نشره اخباريه الى اللقاء